نعم بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله، هل التنازل عن الدم مقابل الملايين مخالف لمقصد الشريعة، وهل هو من العفو المحمود شرعا؟ المغالاة في أخذ الدية الكثيرة في مقابل العفو عن القصاص وإحراج الذين عليهم، الذين يتحملون هذا المال، هذا عفو ما هو من أجل طلب الثواب، إنما هو عفو من أجل المال وبيع للقصاص، هذا بيع للقصاص. الذي يعفو يأخذ الدية، الدية المقررة شرعا، وإن زاد عليها زيادة معقولة فلا بأس. أما الملايين والمبالغات في الأموال فهذا بيع للقصاص، وليس هو عفوا لوجه الله عز وجل. نعم.